لهم شي أرض، قطعة أرض في الصحراء المغربية جنب البحر، استقروا فيها هروبا من بطش وإجرام البوليزاري. اليوم كيكروها أعيان وشيوخ قبائل ولاد الدليم، كيناجوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أنه يتجاوب مع هذا النداء اللي يخرج من مخيمات تندوف ويسهل المعمورية الصحراويين كاملين ماشي على قبائل ولاد الدليم باش يرجعوا للمغرب. معلومة فقط على أنه قبيلة ولاد الدليم منتشرة في جميع أنحاء المغرب، سواء في شمال المغرب ولا جنوب المغرب. فعلا الأغلبية الساحقة من الصحراويين ولاد الدليم كاينين اليوم في الداخلة وادي الدعم، ولكن راه من كاينين قبائل أخرى من ولاد الدليم نفس العرش نفس الدم، كاينين في الرباط سيدي قاسم. أنا شخصيا كنعرف يعني دوار ولاد الدليم اللي مستقرين فيه صحراويين منذ القدم، كانوا كيخدموا عند السلطان المغربي، وكان الأجر ديالهم هي عبارة عن أراضي كيقبضوها من عند السلطان وكيستقروا بها ضواحي قصر. حاليا كاين في مدينة الرباط، ومازال متشبتين بالعادات والتقاليد الصحراوية، كيلبسوا الدراريع، عندهم ديك الخشونة يعني في الصوت، كلماتهم حسانية رغم أنهم كيتكلموا واحد النسبة كبيرة بالدارجة المغربية. أبنائهم أطفالهم كيتكلموا الدارجة المغربية، ولكن كبار السن عندهم واحد الميول كبير الحسانية. كاينين في سيدي قاسم، واش نزيد نكمل لكم ولا؟ أخ سمعنا الوثيقة اللي تكلم عليها الشيخ من قبيلة، واخ سمعوني ولا لا؟ واو كنسمعك. واه ندير تعليق على حساب هاد الاوديو. انا نقلب على الفيديو اللي قلتي لي عليه، راني نقلب عليه. نفس الفيديو، نفس الفيديو في الاخير قبل الاخير. هاد واش عندكم واحد المعلومه عن هاد السيده اللي تعرضت للاعتداء في المخيم اليوم؟ هي من عائله واحد من الرموز ديال الصحراويين اجل السلام. لا وانا اليه راجعوا. السكوت على المنكر ما يصح، السكوت على ما انا قابلينه انا راسلينكم يا ولاد عمنا يا ولاد ريمنا على المحيط الاطلسي. اوكي معانا دين ولاد عم انتوا عدل بطوا مناتنا بطوا على ياتنا بطوا شيباني عند ركاب قابل لي. لا قبل شوي توقيع شيوخ اعياد القبائل الصحراويه في الوقوف الى جانبنا في مهنتنا دابا مهنتنا بقبيلة نتليم أو غيرها من القبائل التي تعاني من الاضطهاد والظلم والوحشية. ونختم استنكارنا هذا بمناشدة أخوية لإخواننا الشيوخ والقبائل الصحراوية. ما يسمع ما يسمع يا فندم. شنو؟ ما هو مسموع الصوت يا أخي. كلش كتسمع مزيان؟ أريد عنا بالنصرة للمطلوبين وعودا للحق والدفاع عن غربتنا ووحدتنا والحفاظ على كرامة أهالينا. توقيع شيوخ، توقيع يبتل شيوخ وعي قبيلة الدليم. السلام عليكم. مسموع مسموع. هذا ولاد الدليم لا تخافوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. السكوت على المنكر ما يصح، السكوت على ما نقابلينه رانا راسلينكم يا ولاد عمنا يا ولاد دليم على المحيط الأطلسي. اوكي معانا دين ولاد عم انتوا عدل فينا بطوا مناتنا بطوا على ياتنا بطوا شيباني عند ركان عقاب اللي هو تشوف فيه السكر وضعيف. ها ندوركم توقفوا معانا الدين ولاد دين ولاد يمكم عند الشيء قالوا الفيسبوك يكتب ولا هو ولا تعالوا خلوا تقولوا تويتر انت تشوفي. ها واللي يمكم عنده جمعيه يكتب. ها واللي يمكم حقوقي يوقف واللي يمكم ناشط يوقف معانا نخبة يوقف معانا يدين معانا للعمل اللي قلنا راينا مخطوطين هم مطتنا هذه الشياطين مطروسة لا ناهي ولا متاهي ولا امر بيد الله. وقفوا معانا دينوا هذا العمل اللي قلنا هنا رانا قايدين لكم حق ورانا معاكم وهذا لا هند حقوق دوركم كانكم تكتبوا للسنتور الجزائري وواني تندو ضغطوا الموقع واكتبوا الواني تندو عنو يجينا ما يتري بطونا ويبطوا الناس العوض والكهولة والكهنات لاحقوا لاحقوا له رسالة
يجيب لنا ساحلات وقولوا هل الأمم المتحدة تجيب لنا طيارات الهدرة. جهزوا لنا أرض الوطوف. جهزوا لنا بلاد الحقولة. حقبة. جهزوا لنا قسمنا ترابنا. برض لجا سوحان ننقصه. هذا الخلق ما معاه تخاك ولا معاه جورة. ها؟ ونحن هم مختصرين. حقبة. وصلت الحدية القهوت. وفهم علي الناس. سمعت والله اللي احنا هم مفتصلين. اسمع والله يا حسين استعملوا حتى الرصاص الحي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ثمان حسين وصراتكم يا سير حبيبنا واشرك حبيبي صافا الحمد لله والله بيا عمرك بالدين معاك والله الحمد لله يا سير. ها راح والله صراحه يا مهدي كنت شويه بخير ولكن كي سمعت الامر شوفوا صوره البنت اللي ضربوها وموجود اكثر من هذه الصور ما نقدر نحطها. يا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. اختي هذا ديما يجرى ديما ديما ما هي مره الاولى اي عاد الاولى تقب في يديها وصلحها. هذا ليس برجال هنا تستنتج انه هذا يعني تغطي عليهم مخابرات ارهابيه يا خوي. هذا هو راجل منكر والله ويطلع واحد منهم هو يتكلم لنا حول هذا والمشكل ضربوها دول ما وعدوا بانا ما عدلت شيء دخلوا عندهم الخيمه وضربوها هي وامها. هذا هو ذاك هذا هو ذاك مخيم العزة والكرامة اللي يطلع هوني يرجع المخيم سخم يا ود شوف وقاش وقع هاد المرة اللي ضربوها البارح تعرف السبب عليه لأن عمها معارض للقيادة هذا هو السبب. يا غير هي عمها معارضة مسكينة شحال هي هذو الشيبان اللي تسطى معاها وعذبوا كيف هذا حشومة هذا وعيب وعار صح أو الناس بتاكي متقفص الناس فهم هذا مصيبة كارثة عظمى هذه كارثة يقولوا عنا سالي وش حاصل سالي تحت الكاميرا ونعت انت من عينك ونعت وجهك ونعت وجهك انا كل يوم نقول عايشة بسبانيا انا ما نكذب انت اخبارك صدقوني في المخيم انت ما تعزاني تقعد عايش في المخيم انا قلت لك عشت في المخيمات 10 سنوات ايه انا من قبل اتكلم معاك والبارح اتكلم معاك تكذبي على عايش تندوف والله الكل يعرفني انا عايشه في اسبانيا الحين كله عايشه في اسبانيا الحين غير ما كنت عايشه في المخيم ما قد عشتي فيه وش لو كنت عشتي فيه 10 سنوات 10 سنوات صار كان غير مولانا ايش حاط قدام انت صرت الكذب ازمات هما صوت الكذب أصوات هما خالد واحد واحد يتكلم كل سنة الصحراويين ما فيهم حد يحتسب حبيت نسقسي ما فيهم حد قدوا عني مسكن يمشي مرين قلسوا باسي بعد نسوا نتشومه ابن عمي مسيكين ابن عمي خلوني أتكلم معاه لوحدي احترموه شوي هذا طول عمرك تكلمون ابن عمي رغم الاختلاف مهما كان احترموه تكلمون تكلم تكلمي ونتكلم انا قلت الصحراويين والله دي نقول حقيقة والله دي نقول حقيقة ما كي عدنا بطاقة لاجئ عدنا خالق بطاقة لاجئ خالق بطاقة لاجئ ما حضرت خالق بطاقة لاجئ خالق بطاقة ما هي لاجئ انت مرقاجي في اللوجة يقولوا عنا احنا لاجئين وين هالبطاقة بطاقة لاجئ احنا لاجئين ما شو يا سنتي تمنى وين هالبطاقه سنتي تمنى سنتي حين كلمك وتقول كان حق والله حق احنا كنا معنا لاجئين ما تعرف منظمه تلاك نور منظمه اسمه حقوق اللاجئين اسمه رفخياغوس في المخيم ما تعود المنورس في المخيم ايه وشفتي اخر قرار خرج من جنيف ان الجزائر تتحمل مسؤوليتها في العذاب اللي خالق في المخيم ولا لا انا ما شفته وما الصراحه انا ما شفته التقرير انا التقرير شفته وقريته وترجمته بجميع اللغات انا نعتبر طالعين حتى الجزائر لليوم تحاسب على كل ما يوقع في المخيمات 50 سنة نبعثه لك في البريفي وقراه بشوي وترجمه خلاص
تبغى تقولوا قال خالد مسلت ومن انا قاعد تقعد تقول الحقيقه بلا عين. انا نقول لك مسلت بالنسبه للصنتي حقيقه العذاب عندنا في المخيم او الصنتي الحقيقه. حان نكمل لك شاهي ما شاهي ما خالق شي جنه ما خالق بس جنه كامله ما خالق اي حق وما خالق ما لي جنه بس انا يكون عندنا احنا لازم تكون عندنا حقوقنا كبشر كبشر احنا ما عندنا حقوقنا شيء كبشر شيء كبشر نوكلو ما عندنا حق نشربه ما عندنا السنتي لحن نكمل خلي نكمل احنا كبشر نوكل نشربه يعني الحيوان ناكله ونشربه وما نتكلمه يا اختي خلينا نكمل عندنا كيفنا كيف الحيوان ناكله ونشربه ونسكته خلي يتكلم خلي يتكلم خلي يتكلم وقت تكلم انت نحن ناكل نشرب نرقد علينا الحماية نتكلموا في الوقت اللي بقينا والمن بقينا نتكلموا فيه نمد فيه اصبع مول نقدروا نتكلموا ما والله انا نقدروا نتكلموا فهي قاعده تتكلم عن تتكلم فيه والله ما نقدروا نتكلموا والله اللي نقدروا نتكلموا احنا في رمضان ما نقدروا نتكلموا ياسر من الامور ما نقدروا يا تمنى انا قاعد ما يقدر يكذب وفي دار رمضان أنا قلت لك يعني إحنا بالنسبة ليانا وبالنسبة للصحراويين كاملين اللي نعرف أنا يتكلموا في براسة وقاسم وفين بقاوا يتكلموا يتكلموا فيه الصحراويين عادي الصحراويين عادي يتكلموا اللي خارج المخيمات يعني في أوروبا هم يتكلموا والله اللي يتكلموا في يتكلموا في المخيم ونتكلموا منين بغيم والله انا اتكلم فلا اقول ما شاء الله أشرب. ما شاء الله ما شاء الله سجن الرشيد وسجن الذهبيه ممتلئ عن اخره ما شاء الله الاعتقالات بالاعتقالات شاهي الاعتقالات وش ما خلق احنا ما خلق ثور ما في خلق فيه شيء وطبيخ ما نحن المعتقلين موجودين معتقلين ولا لا في المخيم ما موجودين معتقلين ما موجودين على طول الله ما موجودين يوم الدين وانا على طول الله عليك اليوم الدين سنتي نحن يوم الدين ايا قد ايا قد شفت لين كذبتي على هاد المسألة ما خالقين معتقلين وانت تشوف المخيمات ياسر من العائلات عدلوا مظاهرات يطالبوا بالإفراج عن أولادهم ورجالهم وتقول أنه ما خالق معتقلين نعلط الله عليك نعلط الله عليك إلى يوم الدين.